تجاه الجمهور الاسفي؟ كنتمنى ان شاء الله اننا نحققوا واحد النتائج ايجابيه باش ترضي هذا الجمهور المسؤولي حقيقه، فهو كيعطي شيء كثير للفريق، وان شاء الله نحتلوا لمن المراتب المتقدمه ان شاء الله. التوفيق لك عبد الرزاق القصبر اولمبيك اسفي. سي حمد الله، كيفاش جات العوده ديالك للفريق الوطني المغربي؟ فهاد الاستدعاء ديال رشيد توصيف هو في الحقيقه عطاني واحد دافع معنوي، وعطاني ايضا واحد شويه ديال الروح، لان الموسم الماضي كيف لاحظ كل شيء كنت تظلمتي، لان ماشي انا اللي ظلمت، العديد من اللاعبين من اللاعبين ديال البطوله الوطنيه ظلموا في هذاك المنتخب الاولمبي. ان شاء الله هذا رشيد توصي عوض ليا، الحمد لله كنشكروا على الاستدعاء، وهذا غادي يزيد يكلفني كثير باش نظهر باحسن المستويات ديالي ان شاء الله. الحمد لله الحضور ديال الفريق الوطني في مقابله الاياب. كنتمنى من الجمهور ان شاء الله انه يساند المنتخب، لان حقيقه التشكيله قادره انها تجيب تاهل ان شاء الله من ارضيه مراكش ان شاء الله، وباش نهدوا هذا الجمهور المغربي هذا التاهل ان شاء الله. الفكره بالاعتماد على اللاعبين المحليين، واش فكره صعبه بالنسبه للناخب الوطني؟ حقيقه كاينين لاعبين محليين في مستوى، يعني ماشي فرق انهم كيلعبوا داخل البطوله الوطنيه، بالعكس داخل البطوله الوطنيه فهي اصبحت بطوله محترفه، ولاعبين عندهم امكانيات كبيره باش يبينوا ان شاء الله الكفاءات ديالهم داخل المنتخب الوطني ان شاء الله. شفنا بان القطار رجع للسكه الاصليه ديالو فريق اولمبيك اسفي، كيفاش تشوف المسار ديال فريق اولمبيك اسفي في البطوله؟ في الحقيقه بعد التعثرات اللي صابت الفريق في بدايه الموسم فهي سحابه عابره، ان شاء الله المقابله الفائته عوضنا وفزنا ارضيه الملعب ديالنا، يعني هذا الفوز خصنا نحاول ان نحافظوا عليه امام نادي القنيطره، وان شاء الله نجيبوا شي نتيجه ايجابيه من القنيطره باش ان شاء الله نبقاو غادي في واحد المسار صحيح، ون كيف قلت نحتلوا المراكز المتقدمه الاولى ان شاء الله. كلمه للموقع البطوله.com. كنشكر الموقع اللي حقيقه كي يعني فهو موقع كبير، جميع الاخبار كتكون مدوله فيه، كنتمنى لهم ان شاء الله مسيره موفقه ان شاء الله في المواسم المقبله. الحمد لله كنت مع البطوله.com، ومسيره موفقه لك في صفقه الفريق الوطني الاولمبيك اسفي. بارك الله.